القهوة. شكرا. صحتين وعافية. هي أول مرة بنقعد فيها أنا وأنت لوحدنا. صحيح. كنت بتمنى لو هالفرصة صارت من زمان. على كل حال صار خير، وبيقولوا كل تأخيرة فيها خيرة. رح بيكون عنا وقت كتير نحكي مع بعض من هون ورايح أكيد. لازم. والله قرار زواجكم كان مفاجئ إلي. طبعاً ما رح أخبي عنك هالشي، وما كنت متقبلته أبداً يا شهرزاد. وبصراحة أكتر لهلأ عندي تحفظ. بعرف هالشي. بيجوز نحن كأسرة منختلف عن غيرنا بكتير أمور. عيون الناس كلها مسلطة علينا. أنا بعرف أنه أنور بيحبك كتير، لكن بدي قلك أنت بتستاهلي حبه، لأنك بتملكي الصفات اللي بتمناها أي شاب. وأنا شايفة أنكم لايقين لبعض كتير يا شهرزاد. أبو أنور الله يرحمه محسن أقصال اتعذب بحياته وتعب كتير لحتى أسس الشركة، وأنا طبعاً تعبت، وقفت جنبه مادياً ومعنوياً. ما فيكي تتخيل قديش تعذبنا لوقفت الشركة على رجليها. شي طبيعي. يعني مو بسهولة بنينا اسم الشركة ووصلناها لهالمستوى، مشان هيك بتشوفيني حريصة على اسم الشركة وعلى حقوق العيلة، وهذا شي مهم. انتي رح تدخلي بطبيعة الحال أسرة الشركة، لأنك رح تصيري مرته لأنور، يعني منا وفينا. وأكيد ابنك رح يصير مثل ابنه لأنور، حتى لو ما كان بيحمل كنيته، بس هالشي مو مهم. أنا بعرف لوين بدك توصلي يا ست فريدة. إذا بتسمحي خلينا نحكي بصراحة. أولاً أنا حابة أكد لك هلأ إنه كنية ابني رح تبقى مثل ما هي، وما رح تتغير أبداً بعد زواجي من أنور. وثانياً ابني مانو بحاجة لكنية أنور ولا لثروة شركته. يعني كوني واثقة ومتأكدة إني رح أتجوز أنور وبس، ما رح أتجوز الشركة. لا أنا ولا ابني عنا طمع بثروة هي أصلاً مو لإلنا، ما ممكن طالب فيها أبداً. هالشي ما بساويه.